طب تقدري تساعديني النهارده؟ اه طبعا يا تحبي ريت. تساعديني في ايه بقى؟ يا ريت تكون حاجه سهله يا شيف مغازي. حاضر ماشي. بس يا ريت انا يعني احب ان انا اتعلم منك. القفز ده بعد اذنك؟ اه لازم يكون انت تمام. مفيش مشكله عندي. شيل ده من هنا كده نوسع الدنيا شويه. اوكي. تحبي تشتغل ايه؟ تساعديني في ايه يا استاذ عماد؟ احنا هنبدا بالفريك؟ اه. هنبدا بايه؟ طيب احنا هنعمل اللحمه بالفريك، هستاذنك تقلبي لي البصله مع التومه كده وننزل باللحمه عليها. حلو الكلام؟ معانا اتصال؟ الو؟ الو؟ طيب وانت بتعملي لنا البصله كده مع التومه، حاسس حضرتك تقولي الو. الو؟ اه مفاجأة بقى. الو؟ ايوه بادو. كل سنه وانت طيبه حبيبتي، رمضان كريم. اتفضل. الله اكبر. مين معاك؟ مين معاك يا بادو؟ مين بيقول لك يا بادو طيب؟ ابراهيم؟ ايوه حبيب قلبي. ده ايه المفاجأة الفظيعة دي؟ دي أحلى مفاجأة في حياتي. هيما ابن أختي. أهلا وسهلا. أيوه ابن أختي الكبيرة وهو الكبير. الغالي على قلبي. الله يخليك يا حبيبي. ازيك يا إبراهيم؟ رمضان كريم عليكم جميعا. الله أكرم يا حبيب قلبي. طبعا انت عارفه طبعا ان انا محروم من لمه العيله بتاعت رمضان. ايوه مسافر. قلبي هو مسافر عشان مصر. انا مسافر. شفت بقى شاشه التلفزيون المصري جمعت الاحبه ازاي؟ معاك الاستاذ عماد تسمع صوتها. عيدت عليها قبل الناس كلها. ايوه ايوه طبعا انا مبسوط جدا ان انا بشوفك والله النهارده. انتوا بتطبخوا ايه النهارده يا شيف صحيح؟ معلش الاستاذ ايمن هتقول لحضرتك المنيو بتاعنا. عاملين يا سيدي طاجن فريك باللحمه. أيوة. وعاملين جلاش باللحمه المفرومه. جلاش بالجبنه. لا جلاش سوري بالجبنه. وعاملين فول بالزيت الحار وعاملين الحلو حلاوه بالجبنه. ده شغل عالي قوي. شغل عالي. هو في ابو ظبي. في ابو ظبي. قول لنا بقى هتفطر ايه النهارده يا غالي؟ النهارده افطرك ايه يا ابراهيم؟ النهارده في انا سامع ان هيعملوا بيكاته النهارده في البيت. سامع يعني دي اشاعه لسه ما كرروش. سامع بيكاته بالليمونه يعني والمشروب. انت ما بتشاركش يا ابراهيم؟ ايوه بالظبط كده. ايه ما بتشاركش في منيو الفطار عندك؟ لا اللي موجود والله بيتاكل والله. لا بس بيتاخد رايي والله قبل كل يوم كده. ايوه طبعا. اكلت من ايد الاستاذ ايمان يا استاذ ابراهيم؟ اكلت من ايد الاستاذ ايمان سابقا؟ لا ما تتكشفش. بس في الفطار العادي يعني. الفطار العادي. ما تتكشفش. لا ما حصلش. لا بس هي يعني الصراحه ايمان مشهوره دايما بعد الفطار اول واحده بتبقى عايزه تقوم تعمل الشاي لكل الناس اللي فطروا. دي أيوة حاجه معروفه عنها. ايوه واجب الشاي دايما عندي. ايوه على طول. يعني تحبس بالشاي بعد ما ناخد. لا انا اللي اعمل للناس الشاي على طول دايما. ايوه هي على طول بتسبق بعمل الشاي الصراحه اول واحده يعني في البيت. ان شاء الله تيجي ترجع بالسلامه ان شاء الله. الله يخليك يا رب ونتجمع على خير. طيب باذن الله ان شاء الله. الله يخليك ان شاء الله في العيد بقى ان شاء الله نتقابل باذن الله. رمضان كريم يا حبيبي. الله اكبر. يا حبيبي قلبي رمضان كريم عليكم جميعا. امين يا رب العالمين. اشكرك. باي باي. شفتي بقى عشان عارفين مع والله احلى مفاجاه. ايه رايك؟ احلى مفاجاه. كنت تصدقي كده من لا ما كنتش متخيله. تصور قدام الدنيا كلها عيدت على الاستاذ ابراهيم. اه طبعا ابراهيم ده غالي على قلبي.